السلام عليكما ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مرحبتين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير يا أستاذ. صباح النور. دمتي قهوة الأستاذ يا ولد. واكثر من الجنزبيل. ليس لدينا منه إلا القليل. مع الشكر الجزيل. كويس. الشاي. شكرا. أسمع، الشاي بتاعك ده ماله تقيل كده؟ خاتم فيه قندراني. شاي ماله تقيل. شاي تشرب شاي ما تشرب في بيتكم. نظافة. نظافة ولا حلاقة يا؟ الحمد لله. كيف احنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كيف حالك؟ سلامات. الحمد لله. قاعد قهوة. طوالي هنا.
ما في شيء عرفت لي من الرزق قهوه ها الحمد لله مش داري الله يبارك فيك صراحه زي ده والله مش لكم مش لكم مش لكم القهوه بعد القهوه والله يبارك الله يبارك فيك كيف حالك في حالك صراحه والله مش لك احنا طيب فيك داسين جن شنو انت قرايا انت قرايا ما بقول لك هالبوضه غير فكها دوري سلام يا زين لا تظل المسرح منذ سنوات طويلة عجاب نحاف سخاف مكره مجهول مسكين زول جاب خبره ما يلا لا تاني لو صدقتوا علينا باب القهوة ساعة ليك عواطفية ما عندكم شغلة دشنا حيوان مخك كل انتك في الشايع انت مفروض تساعدنا مفروض تشجعنا مفروض تدعمنا عشان نصل لقلوب الشعب وقلوب الطعام عاش الزعيم عاش العظيم يا ديكتاتوري متخلف من اصواري من كوكين غندوري غندوري انا يا بس تلفي انت اصيده ما قال لك لغايه ما شيء مسادتي في كيان خط حبينا الفن وحبانا واعطيناه الكثير تعب وشقى وبعثات خارجيه ده كله من اجل الشعب ومصالح الشعب اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب المثل ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ها؟ ينكسر الغيد ينكسر في قهوة جانجو أما مسخرة وكلام فارغ ما عندكم شغلة يلا ما عايز أي زوجة يلا شيلوا بطاقة معلم بطاقة يا عرب ولا تعاون وطني زي عم بجنبه هلا يا جنبه تفضل. وعلى حيلك. كيف كلك؟
طار يارا نعم ها بطاغة ممثلين يا نعم ممثلين ممثلين وين تمثيلياتنا كيف يعني تمثيلياتنا كوميديا تراجيديا اذاعه تلفزيون نصلي على سرايا نصلي على قال مع الاستاذ قال يصلح سراير يجلد عنها الله يا ابني من قلبي انقطع من اجلك جلد يا ضيف اصله شفتها انا ما بلع كيف ولد كشري شفته في الكاف قبل ما يخش في الشيء الكره عملها قبل تب تب ما لقينا كرعيك ما باين ترى والله هسه كنت تكون مع الجماعه في نص الكومر مساكين يا دنيا يا اخوي المساكين تعالى تمثيل هاتين الجماعه ديل هاي الجماعه ديل ما كل يوم يجوا يمثلوا هنا ايوه كل ما اجيب لي زول اشغله معي في قهوه ايوه المعنى يعني صبي قهوه ايوه يقوم يقول لي تمثل يصدق يمشي يشتغل معاهم اخذ لي يومين اجيب لي صبي قهوه جديد يقوم يقول لي تمثل يصدق يمشي يشتغل معاهم اخذ لي يومين بس وهكذا دوالي قصة غريبة هاكي صيروني فيهم ده شفتوا؟ جبت أول امبارح القريبة دي شغلته معاي قاموا قالوا لي تمسي صدق مشي اشتغل معاهم هاكي صيروني ضربنا لا يا أخي كده يا أخينا؟ وين؟ أمشي وين هنا؟ أمشي وين؟ بالك عادية أنا أمشي وين؟ أنا بتريش أمشي وين؟ ما دي القهوة؟ وليكو شي القهوة أنا أمشي وين؟ هاي تفرسي قهوة ما دي لي يا أخي أمشي وين أنا؟ ماما قاعد تطلب حاجة ماما لا مليح؟ هاي ما لا كل يوم مليح؟ يا أخوي ما داير ما داير الله يزولكم ده صعب خلاص عليش يا أخي ما بيطلب أي حاجة ما هو ما بيجي عشان الشاي كيف؟ بيجي يتفرج في التمثيليات هنا الجماعة الطيبين دي؟ جماعة الحمد لله يا أخوي ارتحنا منهم جيناكم يا حبايبنا وتهلبنا من الكومر فالفن لا يحمل في الكومر الفن يحمل في القلوب علي الطلاق المرة دي بالمركوب يا ولاد الكلب هاي 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 اوع 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 امشي بتاع الماء الباردة بتاع التسالي بتاع شوف اوعى بتشتم المدير يا بهيمة اسمع اوعى اوعى من قدرك بلاقيك اجي صيد نعم بتجي قهوة شنو يا اخوي مالك شنو يا اخوي ترجع مالك يا اجي يقع يا اجي يا مالك مالك يا مالك انت ما رجعت من هذا الشريك هالمور أنا بزمي حينا ما رجع كرات نحن هنا بتفويض من الشعب ألا نخرج إلا بتشفيت من الشعب فكلام صح إلا جلدوكم ناي نرجع للموضوع نرجع وأهمية هذه الظاهرة إن القائمون إن القائمين وليس الغائمون إن القائمين عليها رفضوا بهرج الدنيا وظهر أخرى
في الحياة وتعلقوا بأهداب الفن. قليل. وتعلقوا بأهداب الفن. كيف يعني؟ أهداب الفن يعني رموشه. كيف رموشه؟ يعني الفن عنده رموش اللي ماسكين فيها. ماسك فيها كيف؟ ماسكين فيها كده. كده كده. كده كده. أعمل حسابكم ما يغمي. دمك تقيل زي شاييك يا. ونحن كفنانين عارفين الشعب عاوز شنو. الشعب عاوز واحد فول مصلع. بس تصلحوا معانا ادينا الفئه النصيب. الفئه النصيب من اجل الفن ومن اجل الفنانين ومصالح الفنانين ومن اجل الشعب ومصالح الشعب. أيها السيدات والسادة، يسرنا جدا في بداية هذا الاحتفال أن نقدم لكم وبعد ليبة الحاوية. شخارم بخارم كالبردة كالبردة شهروش محروش أبحث المقروش الحاوش أخبار يلعب بالبيض وياكل النار سرندقي دمندي. شخاري مخاري كالبردة كالبردة شهروش مهروش أبحث مهروش الحاوش أخبار يلعب بالبيضة وياكل النار سرندقي دمندي. قدير 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 عالي الحاوية قدير قدير والله قدير والله بس يعمل كده يعمل كده برد على العين. الموية يشفط الطين ونهدر الموية.
وحاوش اخبار يلعب بالبيضة وياكل النار. ده شنو؟ شايف؟ متأكدين؟ متأكدين. ما ناطين؟ ما ناطين. طيب انا هاشفط الحليب واخلي لكم الشاي. هاشفط الحليب واخلي لكم الشاي. عينه انت تقول حاوي. شخارم بخارم. خارم بخارم؟ عوش نوارم. عوش نوارم. جهروش مهروش. ابحس المجروش. الحوش اخبار يلعب البيض وياكل النار. صرندق دمنتي. شفط الحليب. وين الشاي؟ يقول تعال قهوة غشيان عملوا بالكاكاو. الآن ننتقل من عالم الخرابي إلى عالم المسرح. هيا واحد من أعظم كتاب المسرح في العالم شكسبير ومسرحية أوتيل. يقوم بدور أوتيل شاب اسمه كودومبوس. كودومبوس لمع اسمه بسرعة وأصبح خلال سنوات من ألمع النجوم المسرحي، فتسلق سلالم النجومية وقفز إلى عالم الأضواء. كودومبوس 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 كودومبوس. أما دور ديدمونة كودومبوسة تؤديه فتاة يامعة، فتاة رضعة الفن منذ نعومة أصفارها، فعشقت الفن فتعشقها الفن مع سوسو صغيرة. يا سوسو يا سوسو يا سوسو يؤديها جميعا فنان واحد، فنان بدا حياته رساما كلاسيكيا، ثم انتقل من المدرسه الكلاسيكيه الى الطبيعيه، ثم انتقل منها الى الواقعيه، ثم انتقل منها الى السرياليه، ثم انتقل منها الى التمازين، ليصبح اعظم نقاش عرفته الجمهوريه مع زنبل النقاش. أيها السيداتي والسادة، لأنه مسرحية أوتيل مسرحية طويلة ما هنقدر نقدمها كلها، عشان كده هنكتفي بمشهد صغير منها وهو المشهد المتعلق بالغيرة، لأن الغيرة سادتي أصبحت تاء استشرف فينا، فإلى مشهد الغيرة في مسرحية أوتيل الخالدة. أيها الليل، أيها النهار، يا ليل، يا نهار، أيها الليل، أيها النهار. يا أخي أنت رجيم يا حركة، ما عمري أخالك، أيها الليل، أيها النهار. خش الموضوع يا اخي، موضوع خش الموضوع ده وين رايح كله؟ بالمناكي بالمناكي وده اسمه شاي وده اسمه تدريب وما تكلمت اوعى تخش من دفتك اوعى. ايها الليل لو راجل افتح خشمك تاني افتح خشمك تاني عشان اكسر لك هنا لو راجل. ايها الليل
اشهدوا 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 دم دم يا ديدمونه منديل عرسنا المنديل الاحمر العريض بحمالات لقد نسيته في التكل يا مولاي تكل اجل تكل يا خاينه بتاعت المناديل مولاي خاينه ابو سلوى لا ابو تركتر يا
وصافي مرحبا يا مرحبا يا هكذا سادتي رأيتم بأعينكم ما تفعله الغيرة في النفوس بينما كان عطلين هذا البطل المغربي الشجاع يستعد للحرب والنضال ضد الاستعمار لم يجد أعداء هذه الأمة سوى هذه الحيلة الرخيصة لمنعه عن أداء واجبه عاش نضال الشعب المغربي عاش نضال الشعب المغربي عاش نضال الشعب المغربي عاش نضال الشعب المغربي عيش 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 كويسين والله لكن من المسؤول عن كل هذا من؟ يعيش الشهيد جمال عبد الناصر 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 يعيش 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 والله ما عندك أي حوالي من المسؤول عن كل هذا من؟ شكسبير شكسبير هي أطلق كادر الاستعمار 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 شكسبير هي أسكت 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 كفاو كفاو نعم أيها الإخوة شكسبير لكن علينا أن نسأل من القوى التي تقف وراء شكسبير من الناس قاعدين يدفعوا عليهم من بريطانيا بريطانيا تصل 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 بريطانيا سقطنا سقطنا نعم أيها الإخوة بريطانيا لكن يجب أن نعرف من القوى التي تقف وراء بريطانيا أمريكا أمريكا داون داون نعم أيها الإخوة أمريكا هل قنابل ذرية طائرات الفانتوم الأساطين الدولار دولار يا شيخ يا إيمان دولار يا شيخ يا إيمان يسقط حلفا أتصي لا ادخل جوا الكرسي ده وهكذا سادتي يرقص في الهلال الفلاني 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 تريد الراري هناك الكثير من الأبطال الذين تعجبهم الساحة
هناك صخر من جحش بن كلاب، وهناك جند بن جلاب، وخالد الوليد، وصغر قريش. صغر قريش؟ وصغر قريش واحد من هؤلاء الابطال. دايرين صغر قريش، دايرين صغر قريش، جيبوا لنا صغر قريش، جيبوا لنا صغر قريش، مسوا لنا صغر قريش، مسوا لنا صغر قريش. صغر قريش ذلك الفتى المطارد الذي أقام الدولة العباسية في الأندلس. الأموية، الأموية في الأندلس. الذي أقام الدولة الأموية في الأندلس رغم أنف العثمانيين العباسيين، رغم أنف الحشريين. دليل صغر قريش، دليل صغر قريش، جيبوا لنا صغر قريش، جيبوا لنا صغر قريش، مسوا لنا صغر قريش، مسوا لنا صغر قريش. أيها السادة والسادة، إلى البطولة العربية في بيتها وعزتها، مع الشجاعة العربية في قوتها وعنفوانها، مع صقر قريش الأموي. صغر قريش بالبنطلون. يا غلام، يا غلام. نعم يا. هل من احد سال من احد من احد من احد بجد تجرك انت تجر قريش هذا؟ هل من أحد سأل منا؟ نعم. من؟ زلمي سليمان. من؟ زلمي سليمان. قلت لك رسول من شارلمان. رسول من شارلمان فليدخل؟ الرسول خش. وعليكم السلام. لكن يا مولاي بلدكم بتبالغ، بلدكم بعيدة كده عادين والله. تخيل يا مولاي اتحركت من هناك سايق قدراني وصلت بيرستك براني، الباقي كله كيما في الشارع، تطلع جبل وتنزل جبل. غير ما هذا؟ رسالة عن شارلمان. هدنة؟ لن أمدد الهدنة يوما واحدا. لكن يا مولاي حتى ولو قبل حذائي هذا لن أمدد الهدنة يوما واحدا. لكنه سيزعل لينفلق. لقد حرمني تلك الجارية. لكنه تزوج وانجب منها يا مولاي، وهذا ما جعل في قلبي فلفل فلفل وبهار. مولاي حكم عقلك يا مولاي، حكم عقلك. ولا حكم الا هذا السيف. اكتب 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 يا الكاتب، اكتب اكتب اكتب. اكتب ايها الكلب الحقير شارلمان. نعم ايها الكلب الحقير شارلمان. مولاي هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. اكتب يا الكلب الحقير شارلمان. طالما الموضوع معلق بيننا، طالما ان الموضوع معلق، لا طالما الموضوع معلق، طالما لا تدخل على الاسم. شنو؟ طالما لا تدخل على الاسم. لا لا بتدخل، لا تدخل.
لا لا تدخل. لا تدخل يا عيني. والله انا كان بدك فيه انك تدخل. لا تدخل. وكان دخلت بس شنو يعني؟ تنهار قواعد اللغة ويغروا على الصواريخ. ما تنهار يا اخ. مئات الناس كلها بيخشوا المستشفيات والسجون، قاعد تستدعي من الشعرة عشان تقول كلمة على كلمة تقوم تقول له تقعدها؟ لا تدخل. لا 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 يا أستاذ. يا أستاذ. أما بخصوص الجارية كهرمان، إنني قد أتخلى عن المملكة العربية بأسرها، ولكنني لن أتخلى عن قرامة زفر من أظافرها. هذا تزويج. زقر قريش لم يكن يهتم بالنساء. أما أنا فبهتم. أسمع يا أبوي هوي، أسمع كلامي وركز معي كويس. زار قريش ما كان يمشي كني، يستكح كني، بيعمل كني. قال رأي الحمش. إيه أنا شايفه كده، شايفه بمش كده. لا يا أبوي، بتزويج في التاريخ. أنت حد شخصية. من فقر قريش؟ أين؟ في المقبرة، في التاريخ. بالصراخ والشتائم أحكمت قبضتي على عنق أوروبا حتى جهضت عيونها من مهاجرها. مولاي الرحمة، مولاي الرحمة، مولاي. لو أن مهرجا من أحفاد الفرس، من أحفاد الرومان، فعل ما فعلت وقال ما قلت لما تحرك خيط من كفني هذا. أما وأنك والله حفيد من أحفادي، من لحمي ودمي، فهذا ما لا أنساه ما دام لي شارب تحت أنفي وعقال فوق رأسي. أيها المهرج الصغير، أيها الكلفة البشرية، في أي عباءة وضحك وشرفك حينما تقمصت أصدغ الرجال وعشهم ونحت متيما كالعشاق؟ على أين أفرقت تاريخك عندما نغلت على لسان أبوالك؟ ما كنت عارف، ما كنت عارف يا مولاي. هل تعرف حسبه ونسبه؟ لا. هل تعرف نصاله وأفعاله؟ لا. هل تعرف كيف وصل إلى الحكم؟ دخل الكلية العسكرية وعمل انقلاب؟ لا. بالطرق البرلمانية؟ لا. 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 وصلوا في قبر مكشوف عمق وعمق الفرات وطول وطول الضفتين. كان في العشرين من عمره ألمد العينين حافي القدمين حينما تحدى بغداد. تصور بدأ في العشرين من عمره يقف وحيدا شريدا على شاطئ الأندلس ليس في فمه كثرة خبز يبتلعه، وبعد 10 سنين كان في فمه مسرور العالم. هذا هو أمير، هذا هو قائدنا، هذا هو صدر قريش. يا مولاي الرحمة، ما كنت عارف يا مولاي الرحمة. انهض. لأول مرة أرى جبينا عربيا بين الأحذية.
وانا كنه وحزه وصغر قريش. ليكن انهض 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 قبل ان تصاب الارض بالعدوى. انهض اهدسكم مكان عن مولاي برقبتي اكتوا على ريحوني ما داير معاكم. اذا كنت جبانا الى هذا الحد فلماذا تتحرش بالاسود؟ واذا كنت ثائرا الى هذه الدرجه فلماذا تحاول المسرح النجوم؟ دعوه. اتمنى لو وقعت عيني على كلب نافق ولم تقع علي. ثم ما هذا شر الرفيع الذي رمى الفار؟ وما هذا الرسل الذي يشبه رسل البعير؟ تكلم مولاي مولاي. انا مجرد ممثل ممثل بسيط بقول اقول كلام بقوله ان شاء الله ما فاهمه قاعد اقوله يا مولاي. زي الببغاء. ريكوردر بتعرفوا الريكوردر؟ ومن المسؤول؟ ايوه المؤلفون الكتاب. كتاب؟ من اي قبيلة هؤلاء الكتاب؟ قبيلة؟ من الكتياب. يا مولاي المؤلفون الكتاب دي الناس بيربوا شعارهم وبتلقاهم دايما شرلون شنط كده واقفين في الاركان تلقاهم دايما بيتكلموا على الضياع والتمزق. ضياع والتمزق متاعب العصر تعقدت الحضاره يا مولاي. وهل عندكم حضاره في القرن العشرين؟ اجل حضاره الروم. روم شنو يا مولاي؟ كحضاره الفرس. فرس شنو الروم شنو؟ الحضاره اللي عندنا هناك يا اجدادي مخيفه. كي حدثنا عنها. قل لنا يا بني. كل شيء تغير يا جدادي كله تغير. مثلا اللبس السلاح الاكل الشراب الموسيقى النحت. عندنا جدادي حاجة هنا اسمها تكنولوجيا. ماذا؟ كلمة عقل؟ كلمة غريبة. نعم كلمة غريبة فعلا لا بد أنها من كلمات الفرنجة. أجل هذا فلنسأله عنها يا مولانا. نعم. ماذا تعني في شيء غريب انها تشتعل. اجل ماذا تنفخ يا بني؟ لا يا مولاي يبدو انه يشفط. لا 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 يبدو انه يشفط ثم ينفخ. هل سيجار؟ ماذا تعني؟ سيجار. ماذا تفعل بها يا بني؟ معلش يا دادي لانك عندنا في القرن العشرين يا دادي لتخفيف الهموم. يعني الواحد لما يكون زهجان ودبرس تلقى شايل واحد زي دي كده وينفخ فيها كده. وفي واحد تاني يا دادي بحشبها في الحفلات. أمر عجب أشياء غريبة. ثم ماذا لديكم أيضا؟ في القرن العشرين عجل عندنا حاجات كثيرة جدا كان قعدت أقول فيها من أسع للسنة الجاية ما بتخلص. مثلا مثل ما مثلا عندنا مثلا عندنا خلاطات عندنا ثلاجات عندنا غسالات عندنا شوارع الزلط عندنا عربات بتسير طيارات بتطير عندنا مدافع عندنا دبابات عندنا سينمات عندنا فيديوهات عندنا بانجو. ما هو البانجو يا بني؟ البانجو؟ أجل حاجة كده يا جدي تضربها تشوف نخرتك بقت طويلة. هل لديك القليل منه؟ أوعك اللي جوا عندك. وعندنا دششة وعندنا صحف وعندنا مجلات. هاي لحصل هذا الجدي جبت لكم معي بعض الصحف والمجلات عشان تطلعوا على أخبار القرن العشرين الليل. صحيح. تفضلوا جدي اطلعوا على أخبار القرن العشرين الليل. تفضلوا. نزول أول إنسان على سطح القمر. بدري عداء مغربي يفوز بجائزة 100 متر. أحفادي البطل اليمني يفوز بالضربة الغاضية. أحفادي ملاكم سوداني يفوز بميدالية. يا إلهي أحفادي عزف العراقي يفوز بالجائزة الأولى في المبتدئين. أحفادي أحفادكم يا أجدادي عندهم أبطال في كل شيء
في البينبونج، في الملاكمة، في التنس الطاولة، وفي السوق الأسود دول شديدين. وعندنا أحفادكم عندهم بترول. بترول دولارات يا شيكات درايل شيكات سيحي كله 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 عندنا. هاي هل لديكم خيول أصيلة؟ بنزين وجهاز تلورة وقدام. تقطع الصحراء؟ تقطع رقبتك زهك يا صحراء. وشيت أقول لكم يا أجدادي، نعم. هناك في القرن العشرين نحن أحفادكم بيسمونا العالم الثالث. العالم الثالث؟ ماذا تعني يا بني؟ يعني نحن أحفادكم من أحسن ثلاثة في العالم. هم واحدين تانينا نحن. لله دركم. فورك فيكم من شعر. بالراحة يا جدي بالراحة. وعشان انتوا اجداد لذيذين وظريفين جبت لكم معي بعض الهدايا من القرن العشرين. لا 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 مظلمة. كيف؟ لقد أظلمت الدنيا سوداء من غير نجوم. يا إلهي إنها خيمة. خيمة؟ خيمة تعمل في اليد؟ نعم وتظل اثنين. أجل. وأنا أيها الحفيد. تعال ما هذا؟ تعال يلا بعد ذا امشي حاشي شوقتي ساكن. يلا اجل ابا خالد. اجل اما انا فرسل. احفادكم يا دالي عندهم حاجات كثيره جدا. عندهم انتبايوتيك، عندهم تشيكسي. هذا هل ذكر اشياء اخرى؟ نعم أشياء كثيرة. حفيد الرائع. نعم هذا يوم عظيم. أجل وسيخلده التاريخ كيوم القادسية. نعم أفهم من كده جادين أكون سامحتوني وغفرت لي. عفونا عنك يا بني. يعني البيانات صافية اللبن. نعم يا بني. يعني بعد ممكن أرجع أهلي مرتاح الضمير. لك حشين طليق. تسمح لي جادين بخط بتاعة وداع صغيرة قبل ما أرحل. قل ما شئت. قل ما بدأ لك. لا 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 تبكي. لا تبكي يا بني. لا بكاء ليس للرجال. انت رجل. أجداد الكرام في هذه اللحظة التاريخية وإنني إذ أرحل عنكم من القرن العشرين تأكدوا يا أجدادي أنني سأحمل أنبائكم إلى أبنائكم في القرن العشرين. الوداع يا أجدادي. الوداع يا أجدادي. أجدادي هاي شنو أجدادي هاي أجدادي ما أنا خلاص أنا ماشي. أجدادي هاي أجدادي يلغط الحبة شنو أجدادي. مفاجأة سارة يا بني. أجل الحمد لله طلعت مفاجأة ثانية لكن ما قطعت قلبي. وجهك طالما سارة قول لي سريع عشان ما تأخر في الرحيل. ترحل؟ همان قال لك سترحل. نعم ستبقى معنا هنا يا بني. أبقى معكم. أجل أبقى معكم. كيفين يا دادي؟ اجلس. أنا ما هناك. اجلس. يا بني لقد قررنا تعيينك واليا على إحدى الولايات العربية. والي؟ أجل والي عديل كده؟ نعم وارجع لهالي في القرن العشرين أقول لهم أني جبت والي؟ ماذا في ذلك يا بني؟ يا بني كالحجاج وابن العاص. هاي كالحجاج وابن العاص ما بجيب لها حرب. ها
حرب يخافوا الحرب بتبقى لي فشخشخه وبني فشحشر وبني ببطل الحرب لا شأن لك بها دعها لنا نحن نعم وانت رجل مثقف واهل لمصر لا 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 انا من ناحيه مثقف دي مثقف بعرف ثلاث لغات اجنبيه انجليزي اوف كورس اي دو فرنساوي اشتوا او ماسيو حبشي زغني لله درك لله درك انه يجيد لغات الفرنجة والاحباش هذا ما نريده يا مولاي والاجازات الواحد ممكن يمشي ورجع عادي هذا ممكن يا بني جدا يلا ماله والي والي يلا ما قلت لي نعم حتى الدنيا تولايا اي ولايه تشاء انا شخصيا عاوز ولايه كاليفورنيا لك ما ماذا انتوا حددتوا لنا حددتوا لنا طبعا سنحدد لك نعم هذه خارطه العالم العربي ما شاء الله ما شاء الله اي ولايه يا صقر اي ولايه نعم ولايه الاندلس اندلس خضره وماء وشعب طيب خليك من الشعب الطيب يا جدي الاندلس دي اجدادي رجعت يا سعد يا سعد ماذا طيب ايها الحبيب يا بني الاندلس هذه رويناها بدمائنا رويتها بدمائكم وضعتكم في كتله الاندلس عسى حمار ما في باب ضحمار طريف هذا الحفيد نعم لا يكون اطرف والي مر على الاندلس لا ادري ما معنى باب ولكني اظنه يقصد ان الاندلس كبيره وهو يريد ولايه اصغر هذا واضح فلنبحث له عن ولايه ولايه اسكندرون ايش تقول جلالي ماذا يا بني لا ما عندكم دشه 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 تسمعني ماذا يا دادي الاسكندرون دي برضو احتلها الاتراك بدري كلها من اخرى الاتراك كلها من الاتراك انه طريف ومراوغ هذا انه ذكي وطريف ومراوغ لقد نهونا بما فيه كفاية أجل يا مولاي فلنهي هذا أجل فلنهي هذا الأمر لابد أنه لا يريد أن يقول صراحة أن الأندلس كبيرة والإسكندرون صغيرة فهو يريد ولاية متوسطة بين بين هذا واضح أي ولاية يا صقر نعم هذه هي لا هي في أقصى شمالك الأندلس ولا أقصى جنوبك الإسكندرون بينهما تماما فلسطين فلسطين أجمل بلاد الدنيا قاطبة لكن يا مولاي اخرس ماذا تريد؟ تريدني أن أعينك أميرا للمؤمنين؟ يا مولاي يا إما أنت تفهم ولا بتستعبطوا فلسطين هي الأخرى عدات لا فلسطين مهبط الأنبياء والرسل أيوه مهبط الأنبياء والرسل أصبحت مهبط الفانتوم والمظليين احتلها اليهود منذ عشرات السنين يا مولاي يهود قمامة التاريخ إضالة البشرية يا مولاي والأندلس ما تضاع والله لو كنتك ما ولدوني أرجع كنت الكثير ليتك لم تولد أبدا والإسكندرون ما تضاع اتفاقية سايكس بيكو شيرا فلسطين وعدي بالفور شيرا حيفا يافا بيت لحم القدس من يطرق أبوابها السهينة لا لا يضعون في الداخل متضعضع وأنتم ونحن نحن نحشد الطاغات ونرص الصفوف لزجها في المعركة بالله العالم كله تنبه لقضيتنا
ونحن قومنا الدنيا وما قعدنا، وبرقيات التأييد انهالت علينا من كل صوب عمال المناجم في سجالي مجالي. سجالي مجالي ينددون بالعدوان القاشم. جمعية مربيات دواجن في الدنمارك تنظف بالعدوان القاشم. هذا وتنتظرون العون من الدجاج؟ مش مبين؟ وصور ايرلندا وموزمبيق كل مسلكم احرقتها للقلبيه مع الملونيات يا اداني. غراب غراب مهرج مهرج الموت للغراب الموت للغراب الموت للغراب الموت للغراب الموت للغراب. لا يستحق الموت بسيف عربي. فلنجلده بالسياط يا مولاي. السياط ايضا لها كرامتها. لنحرقه ولا شيء، سيبقى رماده. وماذا انا بعرف فيه؟ دعوني افكر. نعم سألفيه بعيدا حتى لا يبقى له اثر الى ربع الخالي. لا سيكون قريبا من بيت الله. سألفيه الى مكان لي فيه قلعه لا يسكنها الا الطير. سأنفيه إلى لبنان. هي مشروطة ولبنان أيها الحكومة. صبرا أريد أن أعلم كيف ضاعت فلسطين؟ بالخطب. خطب؟ ماذا تعني بالخطب؟ أيها الشعب الكريم، أيها المواطنون الحرار الأحرار، وإننا وفي هذه المرحلة وينبغي علينا وهل مجر يا فلسطين جرمانه. هكذا ضاعت فلسطين يا بلادي. أندلس، الإسكندرون، حيفا، يافا، القدس، بيت لحم، ماذا بقي من أمة العرب؟ أبا بترول وجبال من التخلف. ذيلوها. من يزيل يا مولاي؟ الشعب. أين الشعب؟ شعب. هذا هو شعبك يا صغر غريش. هذا هو شعبك. أشجع إنسان في التاريخ. كنا يا جدي أشجع ناس في التاريخ، لكن حولونا إلى فئران وصراصير. قل لنا يا بني، من حولكم إلى فئران وصراصير؟ فك على كده أبو جولدي. ما بقوله. فك على كده. لا لا لا. نحن أجداد. نو. فك على كده. أنت في حما أجدادك يا بني. لا تخف. تكلم. تكلم. من حولكم إلى فئران وصراصير؟ تكلم يا بني. لا تخشى. الإرهاب. تعني بالمباحث؟ الشرطة. إنه يعني العسل. العسل. تضحكوا كده لأنكم ما بتعرفوا حاجة اسمها البوليس السياسي. كيف لا نعرفهم يا بني؟ أليس هم أولئك العسس البسطاء الذين يحملون الهراوات ويقبضون على اللصوص؟ يا هنزات يا مولاي، لكن عندنا هناك يا مولاي بقوا يقبضوا على كل حاجة. كيف؟ عملوا من الإرهاب فن قائم بذاته زي الموسيقى والنحت. عنتر ابن شداد لو وقع في إيده علي الطلاق انكر عدلا. هراء. لو سلخوا جلودنا لن نلين. أجل، انظر إلى هؤلاء الرجال،
يردم كل اطعنات رماح وضربات سيوف ولم تجد احد فيهم. رؤيات يا مولاي. هذا هذيان فعلا. اراهن يا مولاي. اراهن على ماذا؟ تدني ارجل فارس عندك هنا واقواهم شكيل في دقائق مع الدودان. لو ما حولت لك ككو ما تدني ذي. خذ من تشاء فكلهم صناديق. انا لها يا مولاي. لا انا لها يا مولاي. لا انا لها يا مولاي. بل انا لها يا مولاي. انا لها يا مولاي. لا بل انا لها يا مولاي. دحام. دحام دحام. هاي لك انت معاكم من خيرة فرساننا. هجر ما شئت. إنه دحام. أربطوا لي. بسرعة. بسرعة. إجلس. إجلس. ما تحب الضحك؟ اضحك. يلا اساعدك اضحك. يلا هو في البيت. في البيت حتى أتى زوجتي ومتزوجة معفن. منو من الناس اللي واقفين دين شريكك في المؤامرة؟ عارف. لا تعرف؟ نعم لا أعرف. تعرف؟ بسألك للمرة الثانية، منو من الناس اللي واقفين دين شريكك في المؤامرة؟ قلت لا أعرف. لا تعرف؟ نعم لا أعرف. هاته المنفاق بسرعة. المنفاق. منفاق. لا هذا يعني منفاق. أجل يا منفاق. بسرعة. مولاي تجلد يا دحام. انت نقيد.
بسرعة هنا هنا بسرعة هنا هنا بسرعة هنا هنا ها هنا للمرة الأخير الأخير من اللي نصرت في الدين شريكك في المغامرة؟ نعم سمعتني؟ هذا؟ لا 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 بسرعة كان بيقوم فوق بسرعة حرك بسرعة اسمع الكلام ده كويس يا دحام تمشي الخيمه بتاعتك وتنوم وما تصحي الا الصباح فاهم انا يا يابا لو ما تهلكتش في مصحي يلا اتحرك كده بسرعه اتحرك بسرعه 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 يلا يا مولاي بعد قد دحامك الأسطول السادس واللي حارب ما حيحارب طبانا دحام؟ هاي اللعنة اللعنة عليكم وعلى خلاطاتكم وبراداتكم وغسالاتكم اللعنة هكذا يا مولاي حولونا إلى فيران وصراصير أبا خالد عبيد الله أبا خالد عبيد الله أبا خالد عبيد الله عبسا تنادي يا مولاي الخوف القابع في الأعماق كصفار البيض لاستئصاله يجب تحطيم كل شيء أنا صدق قريش أنا عبد الرحمن الداخلي بالسيف هذا سأعيد إلى الأمة العربية كرامتها مولاي أيها السيف اسري لي جواد لسرعة الريح مولاي